السلام عليكم. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بترحب بكم قسم الاقتصاد في مبادرة تعزيز التعليم الرقمي. وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وربنا إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يعني يكون عام خير وعام سعادة علينا إن شاء الله، وربنا يحلنا من كل المشاكل اللي احنا فيها. وتقريبا هسه احنا في بداية كويسة مع الكهرباء، يعني إنه الكهرباء بقت أفضل يعني. طيب، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، اللايف ده بخصوص مبادرة تعزيز التعليم الرقمي، ونحن بنحاول وبنجتهد إنه نحن نحاول نوصل كل أفكارنا عن طريق التعليم الرقمي أو الأدوات الإلكترونية والبث المباشر والواتساب والفيسبوك، لأن أسهل الوصول يعني، وبتكون دايما أفضل في التعليم لأنه مريحة يعني لكل الناس. بس أنا عايز أتأكد إنه الصوت واضح، لو تردوا عليه تقولوا لي الصوت واضح. أوكي، هل الصوت واضح عشان نبدأ طوال؟ صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ طيب، نتكلم عن، خلونا نتأكد إنه الصوت واضح تماما. خلاص، مية مية، شكرا لك. هنتكلم أول حاجة زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، هنحاول بس ندي ملخص للمنتدى اللي فات. احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن موضوع بسيط، تكلمنا عن مدخل في علم الاقتصاد المادي، وحاولنا نتكلم عن كيف كان المجتمع ده، المجتمع كان كيف ومكون من شنو، وكيف بدأ يتطور، وكيف يتطور معه علم الاقتصاد نفسه. وقلنا انه المجتمع في الفترة من القرن السادس عشر ومن قبل كده بكثير في أوروبا، المجتمع كان مقسوم لنوعين. النوع الأول مجتمع البوليسي، والنوع الثاني مجتمع الأوكونوميا. مجتمع البوليسي اللي هو مجتمع المدينة، ومجتمع الأوكونوميا هو مجتمع الأرياف. والمجتمع بتاع المدينة دايما بيكون موجود في السواحل مع البحر، يعني المدن الساحلية دايما. ولو لاحظت في أوروبا كل المدن الكبيرة دائما بتكون موجودة على الساحل يعني، تمام. ووضحنا إنه في مجتمع البوليسي أو مجتمع المدينة، المجتمع فيه ديمقراطية طبعا، لكن ما ديمقراطية تامة زي ما اتكلمنا مرة فاتت، وهو مجتمع بيعتمد على التداول التجاري بينه وبين السفن اللي بتجيه، وبينه وبين العالم كله يعني، تمام. أما المجتمع المهم اللي بيهمنا هو مجتمع الأوكونوميا، أو مجتمع البيئة المنغلقة أو البيئة المنعزلة. هو مجتمع بسيط بيتكون من 3 طبقات، زي ما كانوا يسموهم الذين يحكمون، والذين يصلون، والذين يزرعون. دي 3 طبقات بس اللي كانت موجودة في المجتمع، وحتى بعد ذاك ظهرت فيهم الطبقة الوسطى اللي هي لا من هؤلاء ولا من هؤلاء.
وبدأت تتطور وبدأت تتمكن في المجتمع ده لحد ما سادت كل المجتمع يعني. وقبلها طبعا المجتمع الأوكرانيا ده ساد كل المجتمعات الأوروبية، بعد ما كانوا مجتمعين متحاربين بيحاولوا دايما كل واحد فيهم يفرز سلطته الاجتماعية على الثاني ويحاول يستفرد بالمجتمع ككل. في النهاية انهزم المجتمع البوليسي وفضل المجتمع الأوكونوميا أو مجتمع البيئة المنغلقة، وبقى حاكم كل أوروبا، اللي هو بيتكون من الملك والحاشية حقته طبعا، وبعد ذاك تاني اللوردات دول اللي هم بيكونوا حكام الأقاليم، كل إقليم موجود بيكون عنده حاكم، ودول هم الحكام الفعليين يعني لأوروبا. بعد ذاك تاني أقنان الأرض دول اللي هم المجتمع عموما يعني، دول غالبية المجتمع. وعندنا طبعا تاني الكنيسة دي اللي هي مهمة جدا، وجودها دائما مهم برضه يعني. والكنيسة طبعا كانت مؤثرة سواء كان في كل الطبقات دي يعني. يعني بالنسبة للملك الكنيسة هي اللي بتديه الأحقية دي، هي اللي بتديه الحكم الإلهي يعني، واللوردات برضو بياخدوا منها الصالحية يعني لوجودهم كويس. وأقنان الأرض مرتبطين بها باعتبار إنهم متدينين وكده. أنا ما عايز أرجع للفات كتير يعني، لو قعدنا نتكلم فيها ما حنخلص يعني. وقفنا المرة اللي فاتت في حتة إنه أن إحنا كنا عايزين نشوف شنو هي السياقات السوسيولوجية أو السياقات الاجتماعية اللي ظهرت وطورت من علم الاقتصاد ده، تمام؟ طيب هنبتدي فيها. نحن كان بدينا فيها المرة اللي فاتت بصورة مبسطة كده، لكن ما 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 ما, ما وضحناها بصورة تامة، بصورة واضحة. هنبتدي فيها، هنحاول يعني إننا نفصلها تفصيل كامل، تفصيل شامل، على أساس إنها تكون واضحة يعني لكل الناس. طيب قلنا أول حاجة السياقات السوسيولوجية والاجتماعية اللي ساهمت في ظهور في تطور علم الاقتصاد هم ثلاثة. أول واحد تطور أو ازدهار العلم الطبيعي أو العلم التجريبي. الحاجة الثانية تطور وازدهار الصناعة. الحاجة الثالثة تطور وازدهار الطبقة الوسطى، تمام؟ الطبقة الوسطى هي عندها المركزية والتأثير الأعلى والأكبر في الاثنين، في التطورين الاثنين دول، تمام؟ طيب أول حاجة خلونا نتكلم عن تطور العلم التجريبي أو العلوم الطبيعية. طبعا العلوم بتتقسم لقسمين، علوم طبيعية وعلوم إنسانية. العلوم الطبيعية دي اللي هي بتقاس بالتجربة يعني، أو اسم العلم التجريبي يعني، كويس؟ وعندنا العلوم الإنسانية اللي زي السياسة وعلم الاجتماع والفلسفة وإلى آخره يعني، دي العلوم الإنسانية. والعلوم الطبيعية زي الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء إلى آخره. طيب أول حاجة بالنسبة للتحولات الثقافية، العلم التجريبي بقى أصبح كل الكلام اللي بيقوله هو مسلمات. يعني الكلام ده إذا جينا نحن بنتكلم في نمرة واحد، تطور وازدهار العلوم التجريبية أو العلوم الطبيعية دي اللي هي أثرت في علم الاقتصاد يعني، تمام؟ نمرة واحد هنتكلم عن ازدهار العلوم الطبيعية اللي أثرت بصورة مباشرة وبصورة رئيسية في المجتمع نفسه. جاء اللي قلنا المقولات بتاعت العلم التجريبي بقت من المسلمات، بمعنى انه الحاجه اللي بيقولها العلم الطبيعي او العلوم او العلماء بتاع العلم التجريبي ده بتصبح من المسلمات عند المجتمع، بيصدقوها تماما، كويس؟ يعني زمان مثلا كانت المسلمات من حق الكنيسه، الكنيسه لما تقول حاجه خلاص دي حاجه مسلمه، تمام؟ لكن هسي لا هسي لو قال في الفترة ديك يعني، لو واحد من لو الكنيسة قالت كلام المجتمع بيعتبر انه دي خرافة. والفلاسفة برضو كانوا مؤثرين جدا، كان الفلاسفة لما يقولوا كلام كان بيكون مهم يعني، والمجتمع بيشيد بيه وبيمشي بيه وكده. لكن الفلاسفة لما بيجوا يتكلموا في الفترة دي
بيجوا يشوفوهم ديل بيتكلموا كلام ساي بيهوموا يعني، تمام. ولما يتقال حاجة في العلم الطبيعي أو عالم من العلماء الطبيعيين أو علماء العلم التجريبي لما يقول حاجة دي بتصبح شيء أكيد وشيء مسلم به، لكن it's a science، ده علم ما لعيب يعني، تمام. الحاجة الثانية، اتغيرت الرؤية الكلية في الكون بالنسبة للمجتمع الأوروبي. تغيير الرؤية الكلية دي أهميتها كانت في أنه طبعا أول حاجة خلينا نشرح الرؤية الكلية. الرؤية الكلية اللي هي العلاقة ما بين الإنسان والطبيعة والغيب، كويس. فأول ما تتغير الرؤية دي معناتها الإنسان كله وضعه تغير، طريقة تفكيره تغير، فهمه تغير، نظرته للحياة تغيرت. لما أنا أنظر للطبيعة دي باعتبارها هي الأمر الحاكم في كل الحياة وهي الأساس، وإنه المادة هي الأساس، كويس، معناتها أنا كده هفقد اتصالي بالغيب. وطبعا لما أفقد اتصالي بالطبيعة وأكون شغال مهوم في الغيب بس زي ما كانت الكنيسة بتعمل، الإنسان بينفصل عن العالم الطبيعي أو العالم المادي تماما يعني، وديل الاثنين مرفوضين. لا أنت تنفصل عن العالم الطبيعي ولا تنفصل عن العالم الغيبي، تمام. فقلنا إنه حصلت تحولات في المجتمع الغربي بالنسبة للرؤية الكونية، اختلفت أو بدأت تتغير باعتبار إنهم بدوا ينظروا للعلم لكلام الكنيسة بأنه كلام خرافات يعني. يعني أنا أضرب لكم مثال، مثلا لو كان في واحد يتشاكل مع القس وقام مشى ركب حصان ومشى الغابة، والحصان قام يتعكر كسر يده وقع، بيقول له أيوة أنت اتشاكلت مع القس، دخلت في حالة بتاعت هرطقة وزندقة، عشان كده ربنا رسل الملائكة كسرت رجل الحصان، انت وقعت كسرت يدك. بيجي العالم الطبيعي واصحاب العلم التجريبي يقول لك لا، انت ركبت الحصان ده كان ضعيف، انت وزنك ثقيل، جاء في حفرة وقع اتعتر في الحفرة كسرت رجله، انت وقعت من الحصان، ما تقول الله قال والله الله عمل، ما عنده علاقة يعني، كويس. ومن هنا بدأ الانفصال يعني، بدأ الانفصال ما بين العلم الطبيعي وما بين الحياة الإنسان ورؤيته بالنسبة للغيب. ويتوجه كل المتعلمين والمهتمين والباحثين للعلم الطبيعي باعتبار أنه دي الموضة يعني، الموضة الجديدة، وده اهتمام المجتمع وده التوجه الاجتماعي. وكان في يقين تام بأنه الفيزياء دي بتقدر تفسر كل ظواهر الطبيعة من A to Z، كل الظواهر الطبيعية، كل الظواهر الطبيعية بتقدر تفسيرها لنا الفيزياء دي، سواء كانت ظواهر طبيعية ولا ظواهر إنسانية ولا أي حاجة. الناس زمان طبعا الرؤية بالنسبة لهم كانت تفسير الظواهر دي كانت دائما بتكون من الكنيسة، الكنيسة هي اللي بتديك التفسير اللي انت منتظره يعني. المطرة دي نزلت ليه؟ يقول لك يا أخي ده ما عارف شنو سايق السحاب صوت بيجيبه بنزله كده. لكن لا بيجي ثاني العلم بيقول لك لا دي تبخر بتاع مياه، والمياه دي بتطلع فوق بتتكثف بتبقى سحاب، السحاب ده بتحصل له توترات في تيارات الهواء وإلى آخره يعني، كويس. فكان في اعتقاد كده إنه الفيزياء دي بتقدر تفسر كل الظواهر من A to Z، كل الظواهر أيا كانت نوعية الظواهر دي، خصوصا بعد ظهور نيوتن اللي كان أول رؤية له للكون يعني، ونظرته أو تفسيره، لأنه الكون ده بيمشي ماشي زي الساعة، كون دقيق وكون حاد واضح ومفسر وجاهز وماشي براو، ما في أي آلية بتحركه. مثلا خلونا نضرب مثال في هاي الحاجة دي، زمان في حالة الكسوف، كسوف الشمس يعني، بيقولوا في أوروبا هناك كان بيقولوا إنه الغول دار يأكل الشمس، يعني إحنا لازم نصلي للغول عشان يخلي لنا الشمس دي، ويقعدوا يصلوا لحد ما الكسوف ينتهي.
بعد ذاك طبعا ظهور التفاسير الجديده دي كانت انبهار بالنسبه لهم، انبهار كبير، وكونه انه الزول يفهم وعقله يتنور ويحس بانه عقله ده شغال وانه الحياه دي ابسط من مما كان فيه، وانه الموضوع ده ما موضوع ساي وما موضوع بالافتة يعني، وانه الموضوع ده عنده هو علم زي ما تقولوا يعني كده. تمام، عشان كده بدت بعد ذاك التحولات الثقافيه في الفهم والفكر يعني. كويس، بعد ذاك اتجه بعض العلماء اللي مهتمين بالعلوم الإنسانية لأنهم يحاولوا يفسروا الظواهر الإنسانية عن طريق العلم التجريبي. تمام، يعني أنا بحاول أفسر الظواهر الإنسانية في علم السياسة، في علم الاقتصاد، في علم الاجتماع، في الفلسفة، بشنو؟ بالعلم التجريبي. ليه؟ لأنه علم أقرب للحس والتجربة، لأنه أنا بقدر أجربه، بقدر أضرب حساباتي واحد واحد زائد واحد زائد اثنين كده، بقدر أضربها. وعلم الاقتصاد تأثر بالموضوع ده تأثير كبير جدا، ولا يوم الليلة علم الاقتصاد مربوط ارتباط تام بعلم المنطق بعلم المنطق والإحصاء وعلم الرياضيات. وبدأت الكتابات من بدري في موضوع الاقتصاد ده وتأثيره بالعلم التجريبي، زي مثلا ويليام بيتي. ويليام بيتي كتب كتاب اسمه الحساب السياسي. المفروض برضو كان وضحنا النقطة دي، إنه كلمة سياسي بالنسبة لأوروبا أو في بريطانيا، يعني في بريطانيا بيستعملوا كلمة سياسي للمجتمع لما يكونوا دارين يعبروا عن المجتمع، لأنه كلمة مجتمع بالنسبة لهم وافد من الثقافة الفرنسية، عشان كده ما بيقبلوه يعني، ما بيقولوا دائما يعني، فهم ما بيقولوا اجتماع، ما بيقولوا علم اجتماع، بيقولوا علم السياسة. كويس، برضو لو لاحظت للعلم ذاته من بدايته the principle of the politic economic يعني، انه اقتصاد علم الاقتصاد السياسي. الاقتصاد السياسي دي ما معناته هو مربوط بالسياسة يعني، مربوط بالمجتمع، مقصود بها المجتمع نفسه، كلمة policy نفسها. طيب نمشي قدام. تكلمنا انه عن ظهور مبادئ نيوتن وانها كانت آسرة لكل المتعلمين والمثقفين، حتى المجتمع العادي يعني نظرته للكون ده اختلفت وتغيرت وبقت شيء بالنسبة لهم مبهر وساحر. طيب ازدهار الصناعة، زي ما تكلمنا عنه المرة الفاتت، قلنا انه حصل ازدهار في الصناعة، ازدهار كبير. في البداية طبعا المجتمع ده ما كان مهتم بالصناعة، هو كان مهتم بالاكتفاء الذاتي، يعني حاجة اللي أنا بصنعها عشان أنا يعني، أنا بزرع القمح اللي بيكفيني، وبزرع البصل اللي بيكفيني، وبزرع العيش اللي بيكفي البهايم، وهكذا. موضوع بتاع اكتفاء ذاتي، ما أكتر، ما في أي اهتمام بإنه أنا أضيف أي إضافة تانية. تمام، طيب ما في أي اهتمام غير إنه أنا أكون مكتفي ذاتيا، يعني أنا ما مهتم إنه أنا أصنع عشان أبيع، لأنه التجارة في الفترة دي كانت منبوذة تماما. لأكثر من 1500 سنة التجارة في أوروبا كانت منبوذة مرفوضة، والتجار الناس اللي بتاجروا في أوروبا كانوا يا إما يهود أو من سواقط الكنائس أو من الناس اللي بيهربوا من الإقطاع. لو حضرتوا مثلا الفيلم بتاع جينجو، اسمه جينجو مش كده، جانجو فريمان، كويس، جانجو الرجل الحر يعني، هو كان زنجي وكان ناقم على النظام الإقطاعي، وكان هارب من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من النظام الإقطاعي ده يعني. أوروبا زمان لو أنت تخيلت إنه دي 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 دي, دي الخريطة بتاعت أوروبا، كانت مقسمة قسيم، تقسيمات معينة، كل شخص بيت إيكونوميك عنده اقطاع مقتطع له جزء من الارض دي، مقسم على ناس معينين. اذا تهربت من مكان لمكان حتطلع من اقطاعي، حتقع في اقطاعي ثاني. عشان كذا كان اي شخص بيهرب كان بيمشي الحدود دائما كان بيكون فيها الاسواق مع المسلمين، حدود اوروبا مع العالم العربي والعالم الاسلامي. كويس، فكانوا بيكونوا هناك وبعدها بيبدوا يشتغلوا في التجاره، وبدأ شغلهم في التجارة وبدأ تتراكم عندهم الأموال والثروات. وبعد ما جمعوا أموال كبيرة
رجعوا بلادهم. بعد ذاك بدأت التجارة ذاتها تنتشر في أوروبا كويس، خصوصا بعد عودة المحاربين، في المحاربين الصليبيين يعني الحرب الصليبية، اللي كان عندهم مكانة أخلاقية عالية موجودة في المجتمع الأوروبي، باعتبار إنهم ديل طلعوا عشان يحاربوا في الحرب الدينية يعني، فعندهم مكانة أخلاقية عالية كويس. ولما ديل بدوا في التجارة بعد ذاك المجتمع نفسه بدأ يقبل بالتجارة نفسها كويس، وبدأوا التجار ديل يشتروا حاجات من الـ من الـ من الحرف، من الحرفيين أو الفنيين اللي موجودين هناك في 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 المجتمع الإقطاعي ده. يعني خلونا مثلا نتخيل إنه ده مجتمع إقطاعي كويس، فيه البيت الكبير وفيه شخص حداد وفيه شخص نجار وفيه شخص مثلا بنا وهكذا يعني. تمام، أنا أمشي مثلا للحداد ده أطلب منه، الحداد ده كان بينتج الحاجات اللي هو محتاجها، بس بينتج عشان يجهز نفسه ويدي جاره مثلا كم كوريك، وجاره يديه شوال بتاع جمع، ويدي جاره ده كم طورية ويقوم يديه شوال بتاع ايش وهكذا، الموضوع بتاع اكتفاء ذاتي بس يعني. بعد ذاك بيجي يجي التاجر ده ويطلب من الحداد ده مثلا كمية تجارية، انا داير منك 500 كوريك و200 طورية مثلا، تمام. بعد ذاك بدأ يشتغل هو ويشغل اسرته معه، او يشغل العاطلين الموجودين معه في القرية في شكل ورش صغيرة. وبعد ذلك كل ما كان تزيد الكميات التجارية دي بتزيد كمية شنو؟ بتزيد حجم الورشة. الورشة بعد ذلك بدأت تكبر 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 لحد ما تبقى ورشة كبيرة مسؤول فيها موظفين كتار. ومن هنا بدأت الثورة الصناعية نفسها، لأنه كان كل أوروبا فيها مصانع، كل أوروبا فيها مصانع أو ورش صغيرة. الورش الصغيرة دي بدأت تتطور وتتطور لحد ما بقت مصانع كبيرة يعني، تمام. بعد ذاك اتحولت الثقافة نفسها من مفهوم الاكتفاء الذاتي لمفهوم التجارة. يعني أنا بدل ما أنتج بس الشيء بيكفيني، لا بعد أنا ببدأ بنتج بكميات تجارية، بعد ذاك أنا ببدأ بطور نفسي. بعد ذاك جو الطبقة الوسطى دي نفسها ومركزيتها وجود أهميته يعني، في إنها مولت الورش دي وادتهم قروش على اساس انه يشتغلوا كميات اكبر ويطوروا الورش دي. وبعد ذاك تحولت المنازل كلها في الارياف لورش صناعيه صغيره كويس، لانه دي بدات تنتج لهم اموال، والاموال دي زمان ما كان شيء معتاد بالنسبه لهم وما كانوا بيفهموها وما كانوا بيعرفوها. بعد ذاك بدات التجاره وبدا ازدهار الصناعه، وبعد ذاك بدات تأليه الصناعه. وكل الكلام في التطور وفي النماء وفي الرخاء الاقتصادي كان مرتبط دائما بالصناعه، بيقول لك الصناعه، اهميه الصناعه، مركزيه الصناعه، لابد ان نطور الصناعه والصناعه والصناعه، الانتاج والانتاجيه، الانتاج والانتاجيه، الانتاج والانتاجيه. ومن هنا بدا التطور ده في العلم نفسه يعني، تمام. خلونا نتكلم عن الطبقه الوسطى نفسها. اعتقد انه نحن المره اللي فاتت برضو تكلمنا عنها بصوره صغيره كده، بس نحاول نعيد الكلام. الطبقه الوسطى، لما نجي اقول الطبقه الوسطى ده ما معناته الطبقه المتوسطه، هنا في اختلاف. لما انا اقول لك الطبقه الوسطى ما معناته الطبقه المتوسطه، الطبقه المتوسطه دي اللي هي دخلها متوسط يعني، مش كده. اما الطبقه الوسطى دي طبقه ما كانت موجوده في المجتمع الاوروبي ده، اللي هو نحن قلنا هو بيتقسم لثلاثه اقسام، الذين يحكمون، الذين يصلون، الذين يزرعون، ديل الثلاثة كويس. فظهور طبقة تانية وناس مجتمع جديد بدأ يظهر عليهم، وبدأ اللي هم التجار بدأ بنواته النوادي النواة الطبقة الوسطى هي كانت من اليهود اللي هم التجار نفسهم يعني، اليهود كويس، وسواقط الكنائس. سواقط الكنائس دي اللي هم كانوا بينتموا للكنيسه الكنيسه الارثوذكسيه كويس. بعد ذاك طبعا في الكنيسه طبعا صعبه جدا في قوانينها، يعني لدرجه انه مثلا انا بتذكر واحد من العلماء ديل ابوه كان مطارد، بس ما بتذكر اسمه بالضبط كده، بسبب انه يتشاكل مع شخص في المقابر وبيتعدم طوالي، الحكم عليك بالاعدام.
عشان كده كان في منها سواقط كميه يعني بيهربوا بيمشوا الحدود، وبرضه الناقمين برضه على النظام الاقطاعي كانوا بيهربوا، وما كان عندهم حل الا يهربوا يمشوا الحدود يعني. ودي النواه اللي كونت الطبقه الوسطى دي. تمام. زي ما قلنا انه اهميه التجاره طبعا مع حدود المسلمين، التجاره الحدوديه مع المسلمين في النواه دي ذاتها اللي بدت انها في التجاره مع طبقه مع المسلمين يعني في حدودهم، وليس باعتبار ان المسلمين كانوا مهتمين بالتجاره. والدين الاسلامي بالمناسبه قائم على الموضوع ده يعني، تطور ذاته تطور المجتمعات دائما بيكون بالتجاره. بدت التطور ذاته في اوروبا ده ما بدا بالصناعه، بدا بالتجاره، بدا بالغزو، غزو العالم ده كله، ونشر المنتجات وجلب المواد دي كلها كانت بالتجاره، تجاره السفن دي. التطور ده ما قام بين يوم وليله، التطور ده قام تدريجي واحد واحد. الورش الصغيره دي كويس اللي كانت شغاله بالاكتفاء الذاتي، بعد شويه بدات تنتج بكميات تجاريه، بعد شويه بدات تكبر شويه شويه، بعد شويه بدات تكون ورش كبيره كويس، بعد ذاك بدات تكون مصانع صغيره، بعد ذاك بدات تبقى مصانع كبيره، بعد ذاك بقت مؤسسات صناعيه ضخمه زي تويوتا مثلا، مع ان تويوتا دي ما عندها علاقه يعني، موجوده في مكان ثاني يعني في اسيا ما في اوروبا. تمام. قلنا انه التجاره الحدوديه مع المسلمين بدت تراكم عندهم ثروه لهذه الطبقه الوسطى دي. بعد ذاك شالوا قروشهم دي ومشوا اوروبا وبدوا التجاره في اوروبا كويس، اللي راكمت لهم برضو اموال كويس. بعد ذاك بدت الورش الصناعيه، بدايه الورش الصناعيه وبدايه الصناعات نفسها كويس، راكمت لهم برضو اموال. بعد ذاك ظهور المقاولين. تمام. هنا في حاجة مهمة جدا في موضوع ظهور المقاولين دي، لازم نتكلم عنها بصورة أوسع شوية يعني. المقاولين ديل هم نفس النواة دي بزيادة يعني كويس، ديل بدأت يتراكم عندهم أموال، منهم موجودين شغالين في التجارة مع أوروبا. بعد ذاك جو نشروا التجارة، أقصد بداية التجارة مع الحدود مع المسلمين. بعد ذلك جو نشروا التجارة في أوروبا، هناك تراكمت عندهم أموال، وهنا أموالهم زادت بدأت تتراكم برضو بزيادة. بعد ذلك الورش الصناعية دي ذاتها بدايتها كويس، وإنهم بيمولوها وإنهم هم أصحاب رأس المال فيها وأصحاب النسبة الأكبر في الأرباح فيها كويس. تطور الورش الصناعية دي راكمت عندهم أموال كبيرة كويس. بعد ذلك بدوا المقاولين ديل، المقاولين ديل ما بيكونوا شخص واحد أو اثنين، بيكونوا مجموعة من التجار ديل بيندمجوا مع بعض، بيبدوا يقدموا خدمات للدولة أو بيعرضوا خدماتهم للدولة. يعني مثلا بيمشوا يحاولوا يطلعوا تصريح من الملك أو من اللورد إنهم يبنوا سكة حديد، أنا أبني لك سكة حديد من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية، ما حتكلفك أي حاجة، أنا حدفع حقها تماما وأنا حمولها كويس، في مقابل إنه أنا حدفع لك ضرائب. الدولة طوالي بتوافق لأنه ده زول حيقدم لها خدمة وحيطور لها وحيسهل لها، وما حيشيل منها ولا جنيه، ودي أهم حاجة، ما حيشيل منها أي قرش كويس، وبالعكس كمان حيدفع لها ضرائب، وضرائب كبيرة كمان كويس. بعد ذاك برضه بنفس الريتم ده بيجي شخص بيقول إنه داير أرض معينة يحفر فيها عشان يطلع الزيت أو البترول يعني كويس، فبيتكلم مع الدولة أنا بجيب المعدات وأنا بجيب العمال وأنا بحفر وبتكفل بكامل التكاليف لحد ما يطلع الزيت ده، وببيعه وبسوخه وأي حاجة أنا بقوم بها كويس، في مقابل إنه أنا بديك ضرائب، أنت اديني التصريح وأنا بديك الضرائب كويس. برضو بنفس المفاهيم دي يعني كل أوروبا، ما تفتكروا إنه يعني النظام الرأسمالي ده وكلامه عن التخصيص وانه الدوله ما يكون عندها اي حاجه، الكلام ده ما جاي من فراغ يعني، الكلام ده مؤسس من بدري، من ظهور الطبقه الوسطى، من بدايه احتكاره لكل البنيه التحتيه والاساسيه للدوله يعني. كل البنيه التحتيه دي محتكره عند اشخاص، السكه الحديد دي ما حقها الدوله،
حاجات اشخاص. البترول ده ما حاجة دولة، حاجة اشخاص. البنك المركزي الامريكي ما حاجة دولة، حاجة 10 اشخاص. يعني عندك مثلا البترول ده، عائلة بوش دي بتمتلك البترول، يعني ما سايع يعني. فالبداية كانت كده يعني، مفهوم الرأسمالية ذاته، مفهوم التخصيص، مفهوم انه الدولة دي ما تمتلك اي ادوات، الادوات دي تكون عند القطاع الخاص. الكلام ده ما جديد يعني في العلم نفسه، ما جديد الكلام ده، قديم من الطبقة الوسطى دي، وعنده في قصص كثيرة تانية يعني. في الموضوع ده كبير طبعا يعني، احنا قعدنا نتكلم فيه ساعتين ما بتكفينا يعني. تمام. طيب احنا نسرع شوية لان الزمن ضايقنا. طيب قلنا انه ايوه، ظهور المقاولين ديل واحتكارهم للبنية التحتية والأساسية اللي خلى الثروة تتراكم عندهم بصورة هائلة، لأنهم محتكرين حاجات ما مفروض يحتكروا أصلا، حاجات ضخمة جدا في الدولة ممكن تفيد المجتمع ده كله، لكن لا هم محتكرينها، وحاجة عملت لهم ثروة ضخمة جدا وعملاقة. تمام. بعد ذاك بدوا يدعموا الكنيسة البروتستانتية. طبعا الناس دي عندهم عداء قديم مع الكنيسه الارثوذكسيه. ليه؟ لانه زي ما قلنا انه نواه الطبقه دي اصلا مكونه من سواقط الكنائس وحاجات ثانيه. كويس؟ فعندهم عداء قديم جدا مع الكنيسه القديمه، الكنيسه الام الارثوذكسيه. كويس؟ وبسبب العداء ده طوروا الكنيسه الارثوذكسيه، لكن ده ما السبب الرئيسي يعني. ده ما سبب بس يعني، ما السبب الوحيد يعني. انه انا بس بدعم البروتستانت ديل لانهم بس مختلفين مع الارثوذكس. لا لا، دعمه للبروتستانت عنده حاجات ثانيه ممكن نتكلم عنها بعدين ان شاء الله. تمام. بعد ذاك ظهر عندنا مثلا، بدات تظهر الحركات الاصلاحيه في الاقتصاد. كويس؟ زي حركه كالفن. كالفن ده كان قسيس. كويس؟ وكان عنده قوه يعني، كان صوته مسموع وكان الناس بيحبوه يعني. بعد ذلك بدأ حركة إصلاحية بتجويز الربا، جوز الربا، الدين نفسه جوز الربا يعني. كويس؟ لأن الربا في الفترة دي كان محرم تماما. ولو سمعتم مقولة هتلر عن حرقه لليهود وأسباب حرقه لليهود، قال إني أشتم فيهم رائحة الربا، لأن اليهود هم اللي كانوا مرابين يعني في المجتمعات الأوروبية. والربا كان شيء مرفوض في المجتمع الاوروبي تماما، زي التجاره واحد، وكانوا بيشوفوا انه التجاره دي زيها وزي الربا. كويس؟ وربنا سبحانه وتعالى قال حلل التجاره وحرم الربا، مش كده؟ هم كانوا بيشوفوا الاثنين دي حاجه واحده، ما في اختلاف كبير بيناتهم. طيب نمشي قدام. اتكلمنا عن الثلاثه عوامل، الطبقه الوسطى، واتكلمنا برضو عن تأثيراتهم الثلاثة وكيف هم أثروا في المجتمع ده. هنحاول نستعجل شوية لأنه حقيقة الزمن ضايق، الموضوع ما عايز إنه طويل يعني. طيب في نقطة مهمة أنا كنت عايز أقولها. طيب ايوه، خلونا نتكلم عن أهمية ومركزية الطبقة الوسطى في الحتة دي. قلنا انه جزء من المجتمع كان مرتبط باستثمارات الطبقة دي. يعني الطبقة دي أهميتها ذاتها ومركزيتها في ان اول حاجة مولت العلم التجريبي، لانه ارتباطه وجوده بوجود العلم الطبيعي وبظهوره. فالعلم الطبيعي ده هو اللي خلى لها نفاذية وسماحية في المجتمع نفسه يعني، وهو اللي ادى القابلية من المجتمع ده. كويس؟ عشان كده كانوا حريصين جدا على انتشار العلم الطبيعي ده، وكانوا حريصين على انهم اولادهم يتعلموا العلم الحديث ده او العلم التجريبي. طبعا سموه العلم الحديث يعني باعتبار انه جديد يعني. تمام؟ وبعد ذاك برضه ساهمت في ظهور النقود وزيادة قوة الحياة المدنية بمفهوم النقود ده يعني. لانه القروش جات بما لا زمان كان اكتفاء ذاتي، بعد ذاك بقى في قروش، بعد ذاك الحياه المدنيه بقت اقوى، بعد ذاك بدوا العمال بينسحبوا من حياه الاقطاع ويفروا للصناعه،
وبعدها بدأت تتطور الصناعة إلى آخره يعني. وبرضو التعليم برضو الطبقة الوسطى اجتهدت كثير جدا في أنها تطور التعليم، لأنه التعليم في الفترة ديك يعني كان محتكر للنبلاء فقط. النبلاء هم اللي كانوا بيتعلموا، أما الفقراء ما كانوا بيتعلموا. فالطبقة الوسطى عملت تعليم موازي، وبدت في إنها تنشر العلم التجريبي والعلم الطبيعي ده بكثافة كبيرة جدا، تمام، وبقوة عالية وبقوة كبيرة جدا، تمام. وبرضو اتغير نمط المجتمع في الاستهلاك، باعتبار انه المجتمع ده ما كان بيستهلك، كان بيشغل بأقل شيء ممكن. لكن الوضع اختلف وتغير تماما، بعدك بقى في قروش وفي مال، أموال طايلة، وبقينا نشتغل ونكسب وبتاع. عشان كده بعدك بدينا نستهلك بصورة أعلى، بدينا نشتغل، بدينا نشتري، بدينا نبني، بدينا نعمر، بدينا نمتلك، نجيب كده نجيب كده. أنا داير عربية، طبعا كانت عربية حصان يعني، كويس. بعد برضو الطبقة دي كانت دايما بتحاول تقتبس حياة النبلاء يعني. يعني كانوا دايما بيحاولوا يظهروا في شكل النبلاء، بيلبسوا لبسهم، بيصرفوا زيهم. والصرف الكبير ده طبعا كان عنده عوائد كبيرة يعني، عوائد مهمة، كويس. برضو ساهمت في ظهور المذهب الارثوذكسي زي ما قلنا قبل شوية، انه بسبب انه العداء القديم، وانه المذهب نفسه محفز للعمل. العداء القديم طبعا مع الكنيسة الارثوذكسية، كويس، خلتها نفسيا تكون منحازه للمذهب البروتستانتي. واهميه برضه المذهب البروتستانتي اللي كان محفز دائما للمجتمع للعمل، وكان دائما بحفز المجتمع للعمل زياده، لانه الدين ده هو عمل. عشان كده الجماعه دي تطورت تطور كبير، لانه العمل نفسه يرتبط بالدين، ودي حاجه مهمه لازم ناخدها في حسابنا، ناخدها في بالنا، ده شيء مهم جدا، تمام. بعد ذاك هي المذهب البروتستانتي قلنا زي ما قلنا انه بدون نفوذ اكبر وارضيه اعلى في المجتمع الاوروبي، تمام. عشان كده دي اهميتها ودي مركزيتها في كل النواحي في المجتمع الاوروبي، وكانت مؤثره تاثير كبير جدا فيه. هنتكلم عن احنا خلصنا النقطه دي تماما، هنتكلم في النقطه الثانيه اللي هي الاخيره، هنتكلم عن مبادئ علم الاقتصاد. المبادئ دي مبادئ علم الاقتصاد المادي طبعا، ما كل العلم يعني. المبادئ بتاعت علم الاقتصاد المادي هي المبادئ الحاكمة في طريقة التفكير. طيب قلنا المبادئ دي هي الشيء الحاكم أو المسلمات. يعني شنو المبادئ الأولية أو المبادئ الحاكمة للاقتصاد المادي؟ يعني أنت لما تيجي تتكلم عن الاقتصاد المادي، كويس، او لما تيجي تتكلم عن الاقتصاد الحديث اللي موجود هسه حاليا عندنا ده، لازم المسلمات دي تكون موجوده او ظاهره في كلامك. لانه اي حاجه انت بتقولها من غير الثلاثه مرتكزات ديل او الثلاثه مسلمات ديل، معناته انت ما بتتكلم في الاقتصاد، انت بتتكلم في حاجه ثانيه، كويس. وهي مسلمات ما بتحتمل النقاش وما محتاجه للنقاش عندهم طبعا. ده بالنسبة لهم يعني، بالنسبة للاقتصاد المادي كعلم يعني. بالنسبة لعلماء الاقتصاد المادي أو الناس اللي بيتحدثوا أو مطورين النظريات المادية يعني، بالنسبة لهم ثلاثة مسلمات دي هي ثلاثة مسلمات أساسية رئيسية ما فيها أي لعب. من هنا بنرتكز عليها وبنقوم منها وبنبني بها النظرية يعني، دي المنهج يعني. الثلاثة مبادئ دي هم نمرة واحد، نقولهم من هنا عشان نكون واضحين. طيب اول حاجه مبدا العقلانيه او الراشونال تشويس. مبدا العقلانيه يعني شنو؟ او العقل الرشيد يعني الراشونال تشويس. العقلانيه يعني اي تصرف بيتصرفه اي انسان مبني على الفائده الماديه فقط. يعني انت بتعاين الحاجه دي، هل في منها عائد مادي؟ لو في منها عائد مادي هتعملها، ما في منها عائد مادي ما هتعملها. وحتى لو في منها عائد مادي او فائده او ضرر، انت بعدك بتبدا تقيس، بتقيس اها فائدتها قدر شنو، اعلى ولا خسارتها اعلى. لو فائدتها اعلى انا هشيل، فهي اقل ما أنا. كويس. وده طبعا موضوع يعني مرفوض يعني ما حقيقي، لانه ما اي شيء مربوط
بشيء المادي. يعني انت مثلا بتتبرع بمبلغ لجمعية خيرية، دفعت لأصحابك في الشير في القهوة، انت هنا استفدت شنو يعني ماديا؟ يعني انا ما بتكلم عن حاجة، ما الفايدة؟ الراشنال تشويس هو خيار، الخيار العقلاني المادي، كويس. فهم بيتكلموا عن انه لا، اول حاجة الموضوع ده لازم يكون الانسان ده انسان رشيد وبيتصرف تصرفات رشيدة عقلانية، تمام. المبدأ الثاني اسمه ايوه انه الانسان بتحركه مصلحته الخاصه. بمعنى شنو؟ ما مش مصلحته، مصلحته الماديه بتحركه رغباته ونشواته بس. الموضوع ده مرتبط بالمنفعه وبالرغبه، يعني الحاجه دي انا راغب فيها مش بالحوجه، لا، المنفعه والرغبه. يعني الموضوع ما عنده علاقه بالاحتياج، الموضوع عنده علاقه بمنفعتك انت. هل الموضوع ده بينفعك ولا ما ينفعك؟ مش انت محتاج ليه او ما محتاج ليه، هل انت راغب فيه او ما راغب فيه، مش محتاج ليه او ما محتاج ليه، كويس. وده برضه طبعا يعني بيكذب نفسه، يعني لانه الانسان بيتحرك مصلحته الخاصه. احيانا انت بتحركك مصالح ناس ثانيه، يعني انت عملت الشيء ده عشان فلان الفلاني ذاك عنده فيه مصلحه، عشان ابوي عنده فيه مصلحه، عشان اخوي عنده فيه مصلحه، وهكذا. انت ما بتعمل الشيء بس عشان مصلحتك الخاصه فقط يعني. تمام. المبدا الثالث اسمه او سميناه نحن اثر التساقط، كويس، انه المصلحه الخاصه ستؤدي الى المصلحه العامه. بمعنى شنو؟ هم يعني المصلحه الخاصه دي اكيد في النهايه حتنفع الناس كلها. يعني مثلا انت حتى لو عملت عمل في رذيله مثلا، اكيد حتسقط منك اموال حتمشي لناس فقراء يستفيدوا منها، تمام. فالموضوع ده بيكون كده، يعني بيكون فيه فوائد ماديه وفوائد بس فوائد ماديه بالاغلب، يعني ما 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 اكثر من كده، كويس. ومفهوم اثر التساقط ده انه بعض الحاجات حتتساقط منك فحيستفيدوا منها ناس ثانيين. موضوع مستفز بصراحه، يعني انا شخصيا مستفزني جدا، كويس. اللي هو المفهوم العام من هذا المبدا ان الانسان عندما يدفع ماله من ماله لاشباع رغباته حتى لو كانت في رذيله سيستفيد منها الفقراء او من بعضها على الاقل، ستسقط منه بعض النقود ويستفيد منها اخر. ده مفهوم اثر التساقط يعني، كويس. زمان طبعا اي فيلسوف كان بيقول الكلام ده كان بيصموه بالهرطقه، وزول مجنون ساي بيقول لك اثر التساقط وانه المصلحه الخاصه دي بتادي والناس اكيد حيستفيدوا. في البدايه الموضوع ده كان مرفوض، يعني حتى كان في واحد اسمه ديفوا، عالم فرنسي، كان بيتكلم عن اثر التساقط ده. فالناس سموه ديف مان، ده الرجل الشيطان. لكن لما طبعا جاء يتكلم عنه ادم سميث الموضوع بقى مختلف يعني. فما تفهم هو الكلام اللي بيقوله شخص بيكون كويس، لكن لما نقوله شخص ثاني بيكون ما كويس، تمام. هنتكلم في نفس المفهوم، هنتكلم عن مفهوم التحيز. دي النقطة الثالثة. مفهوم التحيز هو إنه ما في حاجة، ما في علم ما متحيز، وما يغشوك يقول لك العلم ده ساينس، ده علم ما عنده علاقة بالإيمان، ده كذب ساي. لما تيجي تكتب كتاب مسلماتك الأساسية الرئيسية بتكون مؤثرة فيه. هسه انا يزول مثلا بيزاني بيقول لي يا اخي انا عايز اقرا كتاب، اقرا شنو؟ بقول له اقرا اي كتاب، اي كتاب في الدنيا دي تقراه. لكن قبل ما تقرا الكتاب ده لازم تاخد في راسك ثلاثة حاجات. انه زول كتب الكتاب ده اول حاجه او حاجتين، يعني انه زول ده متاثر ومتحيز. ما كتب الكتاب ده مش كده؟ متاثر بظروفه، الظروف اللي هو موجود فيها، الظروف الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والنفسيه والاسريه، متاثر بها تماما. يعني شوف الثلاثه دي او الاربعه دي لو كانوا فوق في السماء وانا اجي اكتب كتاب، ما زال تكون تحت يعني في الارض يعني. وهو متحيز برضه النقطه الثانيه، يعني متحيز لشنو؟ متحيز لرؤيته الكونيه. انا لما اكتب كتاب وانا مؤمن بوجود الله، ما زي لما اكتب كتاب وانا ملحد. في فرق كبير جدا يعني في الموضوع ده، ما عنده اي علاقه، تمام. فالموضوع ده بعيد تمام البعد يعني، لا بد يكون في تحيز. ما في حاجه اسمها ما في تحيز يعني، ما ممكن الكلام. لا بد انك تكون متحيز مهما كان،
لابد يكون في الكتابة دي في تحيزها. تمام؟ طيب فمفهوم فكل العلوم زي ما قلنا هي متحيزة من الدرجة الأولى، لأنه أي زول كتب أي كتاب هو متأثر ومتحيز مهما كان كتاب، ما عدا كتاب واحد في رؤيتنا يعني هو القرآن الكريم، لأنه من خارج الحياة دي نفسها كتاب أعلى، وما الإنسان ذاته ما وسيط فيه عشان يتأثر أو يتحيز أو كده. بعدك تاني أي كتاب فيه تحيزات مهما كان يعني العلم اللي هو بيكتب فيه، وحتى الرياضيات دي فيها تحيزات، الطب ده فيه تحيزات، الناس اللي بيقروا طب دي اللي سألوه شوف العلم ده فيه تحيز ولا ما فيه تحيز، ومسلم وعارف روحه مسلم بيقعد يقرا يقول لك بدأت الحياة من كائن أحادي الخلية، وبجاوب في الامتحان كده. فما ممكن يكون الكلام ده ما فيه تحيز، يعني ما فيه علم ما فيه تحيز. هنتكلم في النقطة الأخيرة، آخر نقطة، معلش سامحونا لو طولنا عليكم. آخر نقطة هتكون في مفهوم، عارف نتأكد إن الصوت واضح. طيب آخر نقطة هنتكلم عنها اللي هي في بعض المصطلحات اللي موجودة عندنا في علم الاقتصاد، كويس؟ احنا كان مفروض برضو نتكلم عن تطور علم الاقتصاد وارتباطه بهم بالحاجات دي، يعني انه خلونا نتكلم عنها بس بصورة سريعة يعني. تمام؟ انه تطور علم الاقتصاد كان تطور علم التجريبي نفسه، تطور المنهج الاقتصادي، يعني علم التجريبي وتأثر علم الاقتصاد بالمنهج التجريبي ده طور علم الاقتصاد. تمام؟ النخب برضو اللي ظهر اللي كانوا مهتمين، النخب دي هم المثقفين، يعني كلمة نخب يعني، ويس النخب والمثقفين اللي كانوا مهتمين بعلم الاقتصاد برضو طوروا من العلم ده، لأنه جزء منهم كان بيبحث في العلم نفسه، والجزء الثاني كان بيمول في الناس اللي بيبحثوا في العلم. تمام؟ بعد ذاك المؤسسات الصناعية الكبيرة أو الورجات دي لما اتطورت بدأت تطرح أسئلة، الأسئلة دي هي اللي بدأت يحاول العلم يعني إنه يجاوب عليها، يعني أسئلة ما أسئلة هندسية يعني، مثلا زي إنه أنا وظفت عمال، بعد ذاك العمال دي أنا هتعامل هدفع عليهم كيف، نسبة الأرباح بتتوزع كيف، المنتجات دي أنا حابيعها كيف، حانتج كمية قدر شنو، السوق ذاته داير كمية قدر شنو، برضو إنه أنا كيف أتنبأ بالتكاليف وأتنبأ بكمية الإنتاج وبالتوزيع والاستهلاك. وبرضو الأمر ده طبعا بصورة كبيرة طور علم الاقتصاد، لأنه اللي بيطور العلم نفسه هو إنه إحنا بننتج أسئلة، بعد ذاك بنبدأ نحاول نجاوب على الأسئلة دي، بعد ذاك بيبدأ يتراكم فيها العلم يعني، بعد ذاك الأجوبة دي هي اللي بتكون تراكمات للعلم، وبدأ العلم يتراكم 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 عن طريق أصلا ارتباطه بالعلم التجريبي ده نفسه. عشان كده علم الاقتصاد المادي ده حاليا بقى مرتبط ارتباط لا ينفك عن العلم التجريبي، لأنه مربوط بعلم الحساب والمنطق، عشان كده أبدا ما بيتفكر منه إلا طبعا بتجديد عالي وتجديد كبير في العلم نفسه يعني. كويس؟ كل المجتمع برضو كان بيهتم بعلم الاقتصاد، المجتمع بصورة كاملة يعني كان مهتم بالعلم ده، وكان بيسمعه وبيفتشه، لأنه زي ما قلنا إنه كل أوروبا دي بقت فيها ورش صغيرة، والورش دي بدأت تتطور وبتحاول إنها تطور نفسها، فكانت دائما بتطرح الأسئلة، لدرجة إنه كتب علم الاقتصاد دي كانت زي كتب الإنجيل يعني، في كل بيت موجودة. ويس حتى كتاب ثروة الأمم لآدم سميث كان اسمه الإنجيل، إنجيل الاقتصاد يعني، باعتبار إنه موجود في كل بيت يعني. طيب نتكلم برضو في دي آخر نقطة هنا في تطور علم الاقتصاد وعلاقته بالنقاط اللي فاتت دي يعني. نتكلم في آخر نقطة اللي هي أجلناها قبل شوية، وهي مفهومنا عن بعض المصطلحات اللي هي المصطلحات زي الثروة والإنتاج والاستهلاك. الثلاثة مصطلحات دي تغيرت تغير كبير جدا، حصل فيها اختلافات. خلونا نتكلم عن الثروة مثلا. الثروة في يوم من الأيام كانت بتتكلم عن الذهب، الثروة هي الذهب. تمام؟
اي حاجه ثانيه دي ما ثروت كويس. بعد ذاك ثاني في بعد ظهور الفيزيقراطيين بعد ذاك بدوا يتكلموا عن انه الثروه هي الارض او ما تنتجه الارض او الزراعه يعني المحاصيل يعني كويس. دي الثروه. بعد شويه الثروه ذاتها بقت في الصناعه انه انت عندك منتجات صناعيه معناها عندك ثروه، عندك مصنع معناها انت ذو ثري كويس. بعد ذاك تاني بدا يتطور ذاته مفهوم الثروه ويتغير لحاجات تانيه. هسه حاليا طبعا الثروه بقت مفهوم سائل يعني اي شيء ممكن يكون ثروه، مش انت ممكن تقنع بيه والناس انه يشتروه بمبلغ معين ممكن يكون ثروه، اللي هو في الحاله السائله دي يعني في حاله الاخلاق السائله والعالم السائل اللي احنا موجودين فيه. بالنسبه برضو للمصطلح الثاني الانتاج، الانتاج طبعا اختلف من فترة لفترة في كل الفترات دي. يعني احنا طبعا بنحاول نقول الكلام ده عشان نربط يعني تمام. الانتاج بدأ بانه نحن بننتج لاكتفاء ذاتي كويس. وفي الفترة دي في الفترة الاقطاعية الانتاج كان اسمه او الملك او المجتمع النبلاء دي اللي كان بيسموه شر لابد منه. لا معلش ذاك الاستهلاك معلش عفوا. الانتاج قلنا نحن بننتج بالشيء اللي احنا بنقدر نستهلكه بس دي في البدايه. بعد ذاك تاني يعني احنا بقينا ننتج بكميات كبيره عشان نصدر بس، انا ما بستهلك لكن بصدر بس تمام. ليه؟ لان الاستهلاك ما كان محبوب يعني ما كان محبذ كويس. انا بنتج عشان اصدر ده في الـ في الـ في, الـ في المرحله الاتجاريه يعني كويس في الفتره الاتجاريه في الاقتصاد. وهنشوف الكلام ده بعدين لما نيجي نتكلم عن مدارس الاقتصاد يعني تمام. بعد ذاك بدا مفهوم الانتاج يتغير كويس، لانه احنا بننتج عشان نستهلك، نحن بننتج عشان نستهلك. ده برضو كان في بدايه ظهور الفيزيقراطيين يعني الفهم ده الفكره دي يعني. لانه لو ما في استهلاك الانتاج ما عنده اي معنى تمام. ما في اي معنى من الاستهلاك لو انت ما بتنتج، ما عنده اي فهم يعني. انت بتنتج ليه طيب؟ ما دام انت الانتاج ده ما حيستهلك وما حيستفيد منه كويس، فائدته شنو؟ هترسله هتبيعه برا هتجيب قروش عشان شنو يعني؟ ما عشان تشتري بيها حاجه ثانيه عشان تستهلك؟ يبقى ارتباط الانتاج بالاستهلاك في الفتره دي يعني كويس. وطبعا بعد ذاك تغير برضه مفهوم الانتاج يعني، لانه يتطور وبدت فيه مدارس واداره اعمال ومحاسبه ويحصى وخلافه يعني كويس. بعد ذاك تاني برضو خلونا نتكلم عن اخر نقطه اللي هي اخر مصطلح اللي هو الاستهلاك. الاستهلاك طبعا زي ما قلت انا قبل شويه انه كان في الفتره الاولى كان هو شر، والدوله كانت تعتبر انه الاستهلاك ده الشر. ما يستهلك، قلل على قدر ما تقدر. الاستهلاك شر لا بد منه، دي كانت المقوله الواسعه المنتشره في الفتره دي كويس. انت ما بتستهلك هاي لكن لازم تقلل بأقل شيء ممكن يعني. كويس. بعد ذاك تاني زي ما قلنا اختلف مفهوم الاستهلاك بانه انا ما بستهلك برضو لكن بنتج عشان اصدر. البنتج ده بستهلك منه بسيط يعني، بشيل منه جزئيه معينه بخصصها لي كويس، ببيعها في الاسواق في التجاره يعني كويس، لكن ما بستهلك برضو. بعد ذاك يتغير مفهوم الاستهلاك لانه هو الشيء الاساسي في انه نحن ننتج كويس. بعد شويه الموضوع اختلف، الموضوع بقى ما حوجه يعني، زمان احنا بنستهلك عشان نسيت حاجه كويس. بعد شويه الموضوع بقى ما حاجه، بقى منفعه ورغبه. عشان كده لو شفتوا العلم مثلا زي علم التسويق ده، علم التسويق ده ما بيسيد حاجه، بيسيد رغبه. وهو اصلا في الاصل ما بيسيد ده، هو بينتج رغبه، بيفتح اسواق يعني. يعني انا ببيع لك التليفون ده، انت شفته وين التليفون؟ التليفون الجديد اللي انت اشتريته ده شفته وين؟ ما شفته في تليفون او شفته في تلفزيون. التلفزيون بتشتري من وين؟ التلفزيون كويس. بعد ذاك الموضوع بيبقى الاستهلاك ذاته بيبقى شيء ما طبيعي يعني. بقينا مستهلكين بالدرجه الاولى، بنستهلك لله شيء. بتجيب تلفون، بتبيع تلفونك، بتشتري تلفون عشان كاميرته اوضح شويه، بتبيع عربيتك عشان تشتري عربيه عشان سرعتها اعلى، مع انك انت اصلا ما قاعد تسوق بنص السرعه دي ده.
فدي إشكالية كبيرة جدا في علم التسويق، مشكلة بطالة يعني. يعني احنا في رؤيتنا انه موضوع التسويق ده العلم ده فات حدوده، يعني بيقى شغال شغل ضد المصلحة، ضد مصلحة الناس، شغال بينتج في رغبة كويس، هو ذاته بينتج الرغبة عن طريق تسويق لها بأفكار بأساليب معينة متطورة جدا، بارعين شديد في الموضوع، معلمين جدا، بيخلوك تشتري الحاجة اللي انت ما قادر تشتريها ذاته، بيروجوا لها ترويج مبالغ خرافي كده، حاجة بطالة يعني كويس. فاختلف زي ما قلنا مفهوم الاستهلاك وبقى سائل زي ما نحن شايفين، مفهوم الاستهلاك اصبح سائل تماما. انت بتستهلك بس، تستهلك ليه ذاته انت ما عارف، بتشتري حاجات غريبة جدا يعني. طيب نحن وصلنا لنهاية اللايف، وأنا بشكركم لاستماعكم، لحسن استماعكم يعني، وبعتذر عن إنه نحن طولنا عليكم شوية المرة دي، لكن إن شاء الله المرات القادمة ما حنطول إن شاء الله، وحيكون الموضوع ما فايت 45 دقيقة المرة دي، يعني إحنا أخذنا قريب الساعة، لكن إن شاء الله من المرات الجاية حيكون 40 دقيقة بس ما أكثر، بالكثير يعني إن شاء الله، كويس؟ ونحن إن شاء الله حنشتغل المرة الجاية في حتات معينة. كويس، في هنتكلم عن مدارس الاقتصاد، هنبدا في بالمدارس الاشتراكيه والراسماليه، هنتكلم برضو عن الاقتصاد الاسلامي كويس، وحنحاول نجتهد نشوف زمن بكفينا انه نحن نشتغل مدرسه او مدرستين او اقل او اكثر يعني كويس، وان شاء الله ربنا يعني يكتب لنا اننا نتلاقى ثاني، وعفو لنا وعافي لكم ان شاء الله، وربنا يدينا ويديكم الف عافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا.